ما تغركمش السماء الزرقاء، راهو هذايا الهدوء اللي في عقابه العديد من التغييرات. كما قاعدين تشوفوا اني لبست الكابوت بما معناه تغييرات كبيره في الافق، باش تبرد، فما برشا ريح وخاصه نزول الامطار. وقتاش اليوم العشيه ان شاء الله باش تبدا التقلبات الجويه في الشمال وتشمل بعض مناطق الوسط، لكن تغييرات باش تكون واضحه وجليه بدايه من الليله القادمه وحتى غدوه ان شاء الله نتوقعوا امطار مؤقتا رعديه وبكميات محليه هامه في مناطق الجنوب، واللي ان شاء الله باش تكون معنيه بدرجه انذار عاليه من حيث هطولات الامطار حتى السواحل الشرقيه للبلاد، مع تدفق التيارات الشماليه باش تبرد بالباهي. درجه حراره تقريبا باش تتراجع المستوى ل 14-19 درجه في الشمال، في الوسط اقل حتى في المرتفعات، في المناطق الجبليه في حدود ل 12 درجه، نتوقع باش تكون بين 18-22 في مناطق الجنوب، ورياح ذي تقريبا سرعتها توصل مستوى 60 قرب السواحل وتتجاوز حتى 80 اثناء ظهور الخلايا الرعديه. البحر يكون شديد الاضطراب بكافه المجالات البحريه، وحاله الاضطراب الجوي، حاله عدم الاستقرار تبقى متواصله حتى يومي السبت والاحد. الاحد ان شاء الله تتقلص فعاليتها نسبيا اخر نهار. ربي يرحمنا بالمطر، والانسان يحتاط ياخذ بالاسباب، نلبسوا بابتنا، نحضروا لي باربلوي نتاعنا، وان شاء الله زينا ربي يرحمنا.